اخلوا القرية الآن، توجهوا إلى الملجأ فورا. أكرر، توجهوا إلى الملجأ، لقد أوشكت العاصفة على الهبوب. كابتن فاروق، هل سيبقينا هذا الملجأ في أمان؟ لطالما فعل يا صغيرة. والآن اذهبي إلى الداخل، اتفقنا؟ أريدك أن تهتمي بأمك. حسناً يا سيدي. أعلم من أنتم. أنتم من 99، صحيح؟ نعم، أنا هادية، هذا رافع وهذه صامدة. أنا كابتن فاروق ضو من خفر السواحل. ادخلوا إلى الملجأ. لا داعي لذلك، جئنا للمساعدة. للمساعدة؟ كنا نشاهد اقتراب العاصفة ويمكننا إنقاذ القرية. لكن كيف؟ سترى. يجب عليك أن تكوني حقلك يا صامدة. متأكدة؟ إن حجري يخبرني بذلك، يخبرني أن المكان الأنسب لتكوين الحقل هو هناك. هذه هي البقعة المثالية، وستهب الرياح عبرها ولن تضرب القرية. لم أحاول سابقاً تكوين حقل بهذا الحجم. يمكنك ذلك يا صامدة، أنا واثق من ذلك. أنتما بخير؟ أنا آسفة. ليست غلطتك بل غلطتي. غلطتك؟ أحتاج هذا الكتاب يا ذياب. أعلم، مسألة حياة أو موت. كيف تعرف أن... لا بأس، لنتحدث عن المال، فلا وقت لدينا. أعطني هذا. لقد فقدت قواك يا بلاك وولف، أليس كذلك؟ نجح الأمر. إذن أنت من أخبر رمزي، لكن لماذا لم أتفاجأ؟ أعتقد أنك تريد استعادة قواك، هذا هو الثمن الذي تود أن أدفعه. يبدو الأمر عادلا، ولكن لماذا أثق بك؟ لأنني
بسبب هذا أنت بحاجة إلي وأنا أحتاج إليك، لهذا عليك أن تثق بي. هلا عقدنا اتفاق؟ لا تقلقي، سأعثر على صاحبتك قريبا. أين هادية؟ هادية، لا يمكنك أن تلومي نفسك. قوتي يعيبها شيء ما. لا، إنها قوتي أنا، لم أتمكن من الحفاظ على حقل القوة، هذا هو الأمر. بل السبب أنا يا صامدة، أردت فقط أن يدلنا حجري إلى المكان الذي تنعكس فيه الرياح، لكنه لم يفعل. ربما كانت تلك أفضل بقعة وجدها. لهذا أقول لكما إن هناك مشكلة ما، حتى الآن لا يبدو أن حجري يعمل. عذراً، لكن الكابتن فاروق يود التحدث إليكم. أمامنا مشكلة كبيرة، فهناك إعصار آخر، إنه أقوى بكثير من الذي سبق. هل هناك وقت لإخلاء القرية؟ لا، الفيضانات تملأ الطرق. لنا أصدقاء في إشبيليا سيساعدوننا. أخشى أنه لن يكون هناك فرق. حاولتم المساعدة من قبل، لكن هذه المرة لا. حاولوا مجدداً، فلا أحد يساعدنا. هادية، لماذا لا تريدين مساعدتهم؟ بل أريد، لكن إنه حجر النور. حاولت البحث عن مكان آخر لتركزي حقلك فيه، لكنه يوجهني خارج الخريطة نحو جزيرة صغيرة توجد هنا. إنها بعيدة تماماً عن مرمى العاصفة. أنا لا أعلم سبب ذلك. إنها صولا جوبال، لا يمكنكم الذهاب إلى هناك. لما لا؟ أولاً إنها محقة، فهي بعيدة عن العاصفة. ثانياً، ماذا؟ يعتقد أهل القرية أنها مسكونة. مسكونة؟ يمكن أن يكون حامل حجر. كل ما أعرفه أن هناك مشكلة في حجري، لا يفترض أن يعمل هكذا. ربما يريد أن يظهر لك طريقة جديدة، علينا الوثوق به. ما رأيك يا رافع؟ أرى أنه من الأفضل أن نفعل شيئاً. مخيف، أليس كذلك؟ حسناً، أنت من أراد المجيء إلى هنا. هادية، حجرك من هنا. هل تسمعين شيئا؟ الموسيقى من هناك. ماذا الآن يا هادية؟ مهما كان ما نبحث عنه، فهو يتقدم باتجاهنا. هيا اتركوا جزيرتي ولا تعودوا إليها أبدا. صامدة، ماذا تفعلين؟ أعرف ذلك الصوت، إنه يحاول إخافتنا ونجح في هذا. والآن هيا بنا. مهلا. أعرفك، أليس كذلك؟ أنت ميرك. عرفتيني. هلا أشعل أحدكم الضوء؟ إي، أنا فتحت الباب. لم تتح لي فرصة استخدام سلاحي. رائع، ربحنا لي نصيب. سنجد الكثير من المال عند بيع هذه ترى ما هذه الأشياء؟ من يهتم، إنها تساوي ثروة، هذا ما سمعته على الأقل. ما سمعته أنت؟ نعم، ما سمعته. علينا أن نعرف ماذا نأخذ. يبدو هذا ثمينا، صحيح؟ اقتحمنا المكان دون أن نعرف ماذا سنسرق، وتلقبون أنفسكم بالمحترفين؟ هاي، أنت لا تقترحين أي خطط،
بل تشتكين طوال الوقت. وهل تسأل عن السبب؟ هذا الدخان يحرق عيناي. هذا غاز مسيل للدموع. اصمتوا. أنا لا أثبت لأي مخلوق. ما هذا؟ أشعلوا المصابيح. يبدو أننا فوتنا واحدا منهم يا شباب. كابتن ساعدوني. اتصل لطلب المساعدة. اطلب المساعدة. إنه بلاك وولف. اعذروا منزلي المتواضع، أنا لا أسلي ضيوفي أبداً أبداً. لما لا؟ ولما أردت أن تخيفنا؟ في قصر رغال الجليدي كنت تبدو سعيداً، كنت تبدأ حياتك مجدداً. سعدت لفترة، لكن بعدها أيقنت أن الحياة لا معنى لها من دون إيلينا، فقد كانت كل شيء بالنسبة إلي، كانت نوري وأملي وهدفي أيضاً. إيلينا، سأذهب لشهر واحد، هذه المرة روغال متأكد من حساباته. لماذا يتحكم فيك هكذا؟ يناديك بإصبعي فتركض إليه. أتساءل أحياناً إن كنت لا تزال تهتم لأمرنا. لكنها رحلت، ولا شيء سيملأ مكانها أبداً، لا شيء. إذن هل ستعيش هنا بمفردك بقية حياتك؟ أنا لست بمفردي، فلدي ذكرياتي، ولا يوجد أي تشتتات هنا، وهذا مناسب جداً لي. حسناً، لقد فهمنا الآن. لا أعتقد أن حجري قادني إلى هنا بالصدفة، أعتقد أنه أرسلني إلى هنا لكي تساعد بعض الأشخاص الذين يعانون من مشكلة كبيرة. ماذا يمكنني أن أفعل لهم؟ لا يمكنني مساعدة نفسي. هل تؤمن بالقدر يا سيد ميركوفسكي؟ أنا كنت عالماً، وأؤكد لك أن القدر غير موجود. أخبرني، هل زوجتك كانت مقدرة لك؟ بالطبع، هي وأنا كنا معاً. عليكم أن ترحلوا. يبدو أنني أخطأت مجدداً. مهلاً. في حال شعرت بالوحدة يا سيدي، أياً كان صاحبها، فأنت الآن تحتاج إليها أكثر. نحن بخير بعيداً عنك يا بلاك وولف. اسمع، لولاي أنا لكنتم جميعاً في السجن الآن. ولكن كيف استعدت قواك؟ لقد استعدتها، هذا ما عليك معرفته. حسناً، بقوة أو بدون قوة لن أخذ أوامر أبداً منك. لكنك لن تأخذي أوامر مني. ممن إذن؟ الشخص الوحيد الذي استعاد قواي. بروفيسور مندو؟ لا أيها الحقير، رغال! ماذا سنفعل الآن؟ لقد تصرف بحقارة في آخر مرة. ألديك حل آخر؟ وما الفائدة التي سنجنيها عند العودة لرغال؟ ألا يفترض بك أن تسأل ما الضرر في ذلك؟ الفشل، الإهانة، الحياة القصيرة، تحتاجون لقائد يملك خطة. أفهم هذا جيداً. منطقي. على أي حال أنا معكم. سفينكس، ماذا عنك؟ سفينكس؟
أن يكون ذلك كافياً. هل ستحمينا مرة أخرى؟ سوف نحاول. الآن عليك الدخول، اتفقنا؟ عاصفة أخرى قادمة. نعلم، ونبذل كل ما في وسعنا. لا، أعني عاصفة ثالثة. تلك العاصفة الرئيسية، لكن انظروا إلى هذه، صغيرة لكنها تتج نحونا بسرعة. سأعتبر ذلك سريعاً بالفعل. صديقكم؟ لماذا أتى برأيك؟ أعلم لماذا. الرياح تتحرك بسرعة 250 كيلومتراً في الساعة. يمكنني أن أكون عاصفة تدور في الاتجاه المعاكس إذا وصلت إلى قلب العاصفة. قد ينجح، لكن كيف ستصل إلى قلبها؟ يمكنني ذلك، ولكن الرياح سوف تمزقك. ليس إذا حميت الجميع. الأمر عائد لمرشدنا. قلب العاصفة دائم التحرك، لذا يجب عليك أن تجديه سريعاً. هل يمكنك ذلك؟ لنقم بذلك. اقتربنا من الوصول. إننا عارقون في الطيار، تمسكوا. عليكم أن تستعدوا جميعاً. لماذا؟ لأن تسقطوا. رافع، أنا أحاول. لا أعلم إلى متى أستطيع التحمل. لا داعي لذلك. لقد وصلنا إلى قلب العاصفة. لقد نجحت يا هادية. ما كنت لأفعل من دونك أو أنت. أحسنتم جميعاً. الآن قد حان دوري. صامدة، عليك أن ترفعي حقلك مجدداً ما أن أزعزع قلب العاصفة. إذن سيكون الأمر مزعجاً وسريعاً أيضاً. وماذا عنك أنت؟ لا تقلقي بشأني. كابتن فاروق، ادخل من فضلك. إنه سيد مارك، لقد حطمته العاصفة. فاروق، أرجوك.
سيصمد هذا لفترة أعتقد. إلى أين تذهب؟ إلى جزيرتي. لا تذهب، نحتاج إليك. عفوا، فأنا لا أنتمي إلى هنا. بل هو المكان الذي تنتمي إليه، ولذلك قادنا حجري إليك. لقد قلت إنك لا تملك هدفاً، والآن امتلكت واحداً. أرجوك ابقى. ربما سأبقى قليلاً. أين سفنكس الآن؟ لا أعلم، كل ما أعرفه أنها لا تود أخذ أوامر منك. لكنها ستعود. لكن كيف تثق في هذا؟ أنت لم ترد أخذ الأوامر مني أيضاً، لكنك هنا الآن. أنت بحاجة إلي وأنا أحتاج الكتاب. حسناً، إذن هل هذا ما كنت تريده؟ هل سينقذك؟ بل أكثر بكثير.